تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وصيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم وتوفير الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. تعمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعرف اكتظاظا كبيرا ومهولا، ويندرج افتتاح السجن المحلي تمسنا في هذا الإطار، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 2856 سرير، يضم 6 أحياء منها أحياء مخصصة لنزال الأحداث، وحي آخر مخصص للنازلات، يضم جناحا مخصص للأمهات المرفقات بأطفالهن. كما تتوفر هذه المؤسسة على قاعة متعددة التخصصات ومركز بيداغوجي يضم مجموعة من الأقسام المخصصة للدراسة أو لبرامج محو الأمية والتأطير الديني، بالإضافة إلى ورشات التكوين المهني والحرفي. كما تتوفر هذه المؤسسة أيضا على مصحة بطاقة استيعابية تقدر ب 24 سرير مجهزة بجميع المعدات والأدوات الطبية، وتضم مجموعة من القاعات العلاجية ومختبرات للتحليل وقاعة للعلاج طب الأسنان. كما تتوفر هذه المؤسسة أيضا على مجموعة من المرافق الخاصة بالزيارات العائلية، بحيث أن هذه المؤسسة سيتم اعتماد فيها نظام الزيارة عبر منصة معلوماتية زيارة.gov.djapair.gov.ma، والتي ستمكن لا محالة من تبسيط المساطر وتسهيل خدمة الزيارة على المرتفقين الزوار.